ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم راح اسوي مقلوبه، لكن راح اسويها بقدر الضغط الكهربائي. بوريكم قد ايش انه سهل وسريع. عندي الخضار هنا مقطعتها شرايح، راح اقلاها بالقلايه الهوائيه، وانا اصلا بديت اقلى البطاطس وكمان ضفت قرع في القلايه الهوائيه، وبعدها راح اضيف باقي الخضار. وبراحتكم اذا حبيتوا تضيفون لحم او دجاج، انا راح اضيف دجاج منزوع الجلد عشان ما ابغى يكون مدهن. وطبعا عندي هنا البصل والفلفل والطماطم راح نحطها في قاع المقلوبه، وكمان نحتاج بصل وثوم وفلفل. بالبدايه راح اسخن قدر الضغط، ومثلا حضغط على الدجاج راح يسخن لي القدر عشان نبدا بعد ما سخنت قدر الضغط الحين ببدا اضيف البصل مع شوي زيت بحمسه، وممكن فلفل رومي عشان النكهه كمان. قربت لكم عشان تشوفونه، ما شاء الله سريع، يعني حرارته سريعه على طول يسخن معكم. غير كذا انه القدر نفسه بعد ما ذبل البصل راح اضيف الدجاج، يفضل انكم تخلونه منزوع الجلد احسن لكم. يعني راح اضيف بهارات مشكله وكمان الملح، وكمان راح اضيف صلصه طماطم، وبضيف كمان طماطم مطحونه، بس اول شيء الصلصه عشان ابيها. بعد ما حمست الدجاج مع البهارات والصلصه والملح والبصل بضيف طماطم مطحونة وأقلبه وأخليه يتسبك. ما شاء الله تشوفون شلون حرارته، يعني توني حاطة الطماطم المطحونة وباردة شلون بدأ يغلي، يعني الحين راح أضيف الموية، بس ما راح أكثر لأني ما أبغى موية كثير، بس شوي كمان، بس كذا كفاية. الحين راح أغطيه وأكتمه. طبعا حنا حاطين خيار إيش الدجاج، بعد ما ينكتم أصلا يبدأ يحسب الوقت 12 دقيقة. خلص الحين حيبقى على التسخين إلين أبدأ أجهز الخضار. يعني شوفوا النظام الأمان اللي فيه مستحيل إنه ينفتح، شوفوا أحاول إني أفتحه مستحيل، لابد إنكم تطلعون البخار اللي فيه. قاعد أطلع البخار اللي فيه من هنا عشان نقدر نفتحه. شوفوا أحاول أفتحه، ما أنا فعليا كنت أكره قدر الضغط لأني كنت أخاف منه ينفجر أو شيء زي كذا، لكن بعد ما جربت هالقدر روعة، نسبة الأمان فيه جدا عالية. شوفوا الحين أحاول أفتحه، ها بدأ شوي، ها أي لسه، لأنه لسه في شوي. شوفوا يوم طلع كل البخار الحين شاه بدأ ينفتح معي بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين راح أشيل المرق والدجاج كله علشان ابدا اصف الخضار في قاع القدر، وبعدين احط الرز واحط شلت المرق من القدر لانه سهل هذا ينشال. الحين راح اصف في قاع القدر حلقات بصل وحلقات فلفل وطماطم، بعدين نحط الخضار اللي قليناها بالقلايه الهوائيه هالشكل. عندي هنا رز الوليمة مغسول ومنقوع بموية مغلية مع ملعقة خل عشان يطول حبته ويصير مفلفل. بعد ما صفيته، بعد ما شطفته طبعا من الخل، الحين راح أضيفه، وبعدين نضيف المرق اللي شلناه. بس حاولوا أنكم توزعون الرز بهالشكل. طبعا أنا ما كثرت مرق، ليش؟ لأنه الرز عندي مغسول ومنقوع بمويه مغليه، فيعني شبه مسلوق نص سوا، وغير كذا البخار حق قدر الضغط راح يسوي لي الرز، لو زدت مويه راح يصير معجن، فكذا انا اشوف انه كفايه. ان احتجت بعدين ممكن. الحين راح اختار خيار الرز 15 دقيقه ونكتمه بسم الله وننسى خلاص. بعد 15 دقيقه احلى. طبعا لازم نطلع البخار اللي فيه قبل لا ينفتح، لانه ما راح يفتح معك. نقول بسم الله ونفتحه. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شلون الرز، انا بوريكم شلون انه مفلفل يهبل. شوفوا
شايفين؟ بعد ما تحلى المقلوبة إلا بصحن زي كذا، أحسها تصير مقلوبة بالرأس، لو ما هو بهالصحن ماش ما يجوز لي. الحين راح نشيله، طبعًا الحين حار ما أقدر ألمسه بالبيز كذا، هذا ينرفع على فكرة. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه مقلوبتنا بقدر الضغط الكهربائي، فخلال نص ساعة كل شيء خالص، ما بين حمص ما بين طبخ الدجاج. ما أقول لكم على الريحة، الريحة بالرأس ما شاء الله ألف. بالعافية علينا وأنت